أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية برنامج بارول دو شامبيون. هذا البرنامج كنستقبلوا فيه الأبطال اللي تأهلوا وفي طريق تأهيل الألعاب الأولمبية اللي غادي تكون إن شاء الله في طوكيو 2021. في هذا البرنامج كنتعرفوا على الأبطال وكنتعرفوا على الطريقة كيفاش كيهيئوا هذا الموعد الرياضي الكبير. كنتعرفوا كذلك على ليتينيغير ديالهم، على الباركور ديالهم، وكنتعرفوا على الاحلام ديالهم الرياضيه. اليوم غادي نستقبلوا بطل كبير مؤهل الالعاب الاولمبيه في رياضه حمل الاثقال. غنستقبلوا عبد الرحيم الموم. سي عبد الرحيم، مرحبا بك. كيداير سي عبد الرحيم؟ بخير الحمد لله. كل شيء بخير، صحه لاباس؟ كل شيء بخير الحمد لله. الله يحفظك سي عبد الرحيم. مؤخرا تاهلتي الالعاب الاولمبيه اللي غادي تكون في طوكيو، كيفاش كتعيش هذا الحلم الاولمبي وهذا التاهل للالعاب الاولمبيه؟ هذا الحلم كان عندي من شحال. هذه كان الحلم ديالي هو انني نتاهل للالعاب الاولمبيه ونجيب شي ميداليه ان شاء الله. اذا سي عبد الرحيم، كتقول لي كان عندك هذا الحلم من شحال هذه؟ نتايا يلاه تبارك الله عندك 21 سنه، يعني باقي شاب وباقي قدامك يعني مستقبل رياضي كبير. اش من سنه وشحال كان في عمرك ملي بديتي كتمارس رياضه حمل الاثقال؟ بديتها في 2009. 2009 بديت هذه الرياضه. هذيك تحابس واحد المده. حنا كنشوفوا الصوره ديالك ملي كنتي صغير تبارك الله. 2009 بديت هذه الرياضه. اذا بديتيها صغير، معنى هذا ان رياضه حمل الاثقال ملي كتكون ممارسه بطرق علميه ومزيانه ما عندهاش شي تاثير سلبي على الجسم، بالعكس عندها تاثير ايجابي. كنشوفوك تبارك الله. لا ما عندها تاثير، بالعكس مزيانه وكل شيء. اشنو استفدتي من ممارسه رياضه حمل الاثقال؟ استفدت منها بزاف. بحالك داك لا ديسيبلين. لا ديسيبلين يعني بزاف ديال الحوايج، وكتحافظ على الصحه ديالك في نفس الوقت. ضروري. يلا رجعوا لتأهيل الألعاب الأولمبية، شنو الإحساس ديالك؟ واش غنقول لك، يعني شي حاجة اللي بزاف سعيد، بزاف فرحان بزاف بهذا التأهل الألعاب الأولمبية. وباقي تبارك الله شاب 21 سنة، يعني غتكون تجربة كبيرة. إيه ألور عبد الرحيم، كيفاش تطلقتي مع حمل الأثقال؟ كيفاش تطلقت؟ صعيب. السبب ديالي هو السن حسينيش. كنت لاقيت معاه في الدرب نيش، كان جا للدرب عند واحد الدري عندنا عماد مجينينا، كانت عندو واحد البطولة العالم في تايلاند في الثلاجة وصافي. كانوا الدراري مجموعين في الدرب صحابو، المدرب هو جا للدرب عندنا، وانا ديك الساعة كنت كندير باركور فاش كنت صغير، ديك 7 سنين كنت كندير باركور في الدرب. انا والدراري الصغار كنلعبو في الدرب في واحد البلاصة، كنلعبو باركور كننقزو بحال هكذايا. ملي بان لينا جاي حنا صافي، وقفنا مع الدراري الكبار في واحد البلاصه، هو داك كيسلم على الدراري، كيسلم بحال عادي، سلم عليا بقيت شاد ليه يدو. قال لي تويتريني عندي، قلت لي اه، قال لي غدا جا عندي البلاصه. من تما بديت معاه. من تما دوز ليك الشوكه ديال الالتيغوفيلي. من تما بديت معاه. كنذكر بان السي النحاسي هو المدير، هو مدرب في الجديده ومدير التقني الوطني ديال جامعه حمل الاثقال. وقول لي، كان عندك شي اخ ديالك حتى هو سميتو هشام اللي كيمارس رياضه حمل الاثقال وكان هو تاهل للالعاب الاولمبيه ديال الشباب، واش كان عنده شي تاثير عليك في الرياضه ديالك؟ ملي كان هو باقي هناك ديما كنمشي انا وياه مهندسين، ديما ضاحكين كطرينو بجوج، كامل واحد على دابا. انا درت شي حاجه ماشي هي ديك، هو كيوريها ليا حتى هو دار شي حاجه ماشي هي ديك، نقدر نوريها ليه نقول لك كيفاش دايرها. صافي. سي عبد الرحيم، الالعاب الاولمبيه كانت خصها تكون في 2020، الوباء الحجر الصحي اجلوها ل 2021. واش هاد السنه ديال التاجيل
انت كانت في الصالح ديالك عطاتك المناسبه باش تريني اكثر، ولا كانت سلبيه بالنسبه ليك؟ كيفاش عشتي هذه السنه؟ صراحه ما كانت سلبيه كيف ما قلتي، كانت سلبيه بزاف. هاد الحجر الصحي اللي صار تسدو حتى فين تريني وما كاينش. انا بدا كنت غنحبس حبس لونطريمون في واحد في البدايه ديال الحجر الصحي، كنت غنحبس لونطريمون حبستها واحد شهرين. والمدرب ديالي هو اللي جا عندي ردني، كان مزيرني ورجع لي، كان عاطيني امل انني نتاهل للالعاب الاولمبيه، وجاب لي الماتريال للدار. كنت تريني في السطح، مابقيتش كنت تريني في السطح، مره كنجري برا وبقيت ها هو هذا تحلوا لي صالو رجعنا نمشي. اذا انت بالنسبه ليك كانت هذه المده صعيبه باش تكمل التدريب ديالك؟ كانت صعيبه بزاف. الو دابا سي عبد الرحيم، كيفاش كتوجد هذه الالعاب الاولمبيه؟ مثلا الا بغينا ندوزوا معاك واحد اليوم خاص، شحال من ساعه كتريني في النهار، وكيفاش كدير في هذا النوطري، شنو كدير فيها؟ كنديرو جوج حصات في النهار حنا، وحده في الصباح العشيه، جوج حصات في النهار، وحده في الصباح وحده في العشيه. شحال من ساعه ديال النهار؟ كتخدم الزيتيرمو مزيان واحد 20 دقيقه تسخن مزيان، وكتبدا في النوطري موديل، والعشيه كدير العشيه. شحال ديال الوقت كتجوز هاد الحصه ديال لونطريمون؟ ساعه ونص. ساعه ونص، اذا عندك تقريبا ثلاثه السوايع اربعه السوايع ديال التدريب في النهار. لونطريمون في النهار. اذا هاد التدريب كيكون تقني، يعني حمل الاثقال، لي بولي جوتي، ياك؟ باراشي، سكوات، ومن بعد هاد التدريب التقني واش عندك حصص مثلا بدنيه، لونطريمون لا بريباراسيون فيزيك كيف ما كنقولوا؟ لا هادشي كان عافي. اذا غير حصص تقنيه. وبالنسبه سي عبد الرحيم لهاد حمل الاثقال، واش عندك واحد التتبع طبي باش يشوف كيفاش العضلات ديالك غاده مع هاد التدريب ومع هاد الحال، يعني الاثقال اللي كتاخذ؟ لا. وما كتحسش بانه مهم بزاف يعني التتبع الطبي بالنسبه للرياضي بالمستوى العالي؟ مهم بزاف التتبع الطبي، خاصه الصراحه يكون عندنا شحال شي واحد اللي غادي يبقى مقابلنا في، يعني اللي غادي تحس بشي حاجه تمشي عنده ويوريك شنو دير. ما كيجيش عندكم كينيزيثيرابيوت ملي كتكونوا في الطرابوس في؟ لا كيجي عندنا، كيجي عندنا مؤخرا، كان عندنا كلينيك بالكومبيتيشن اللي تنظمت في كينيا، كان عندنا واحد كيجي عندنا يوميا كيخدم معاه. ولكن ربما ما كافيش بالنسبه لك انت؟ لا، خاص يكون يعني اطباء، يكون دي كينيزي ثيرابيوت اللي يكونوا متابعينكم باستمرار. سي عبد الرحيم، كيفاش كدير مثلا التغذيه ديالك؟ كنعرفوا بان حمل الاثقال كتطلب واحد التغذيه خاصه، اوقات تغذيه خاصه، واش عندك هذا التتبع ولا كتلقى عادي كتاكل عادي؟ يعني المدرب في الوطن اللي مريحين فيه راه هو داون معاهم، كيقول لهم شنو خاص يديروا في الغداء، في العشاء، في الفطور، يعني فهمتي كل شيء مقادين. واش المهم شحال من وجبه غداء خاصك تاخذ في النهار؟ لان خاصك لي بروتيين، خاصك يعني ان رونفورسمون موسكولير يكون مهم بزاف. تقريبا ربعة الوجبات في النهار. داكور. الا بقيتي فايق شويه في الليل كتزيد واحده اخرى على حسب. داكور. اذا عندكم فطور، غدا، الكوتي، العشاء. داكور. والكميه واش خصكم كميه كبيره كثيره ولا عاديه؟ ما كبيرهش بزاف وما تكونش عاوتاني شكون بينوه. لان رغم انكم في حمل الاثقال عندكم الوزن كذلك. خصك تحافظ على الوزن ديالك. اذا باش تحافظ على الوزن ديالك واش كتدو مع اختصاصيين في التغذيه ولا غير نتوما على حساب التجربه ديالكم الخبره ديالكم؟ لا غير حنا على حساب التجربه ديالنا وصافي. داكور. الو سي عبد الرحيم، كندوي بزاف دابا كنقول واحد البطل الا بغى يمارس الرياضه في المستوى العالي ويدير كيف ما كنقولوا لا بيرفورمانس، خاصو التدريب تقني، خاصو التدريب البدني، خاصو التتبع الطبي، خاصو التغذيه ديالو، خاصو كذلك التدريب العقلي لا بريباراسيون ولا لونطريمون مونطال. واش في الالتيروفيلي كديروا هاد التدريب العقلي والعقلي؟ لا كنديروه كاع نهائيا. علاش؟ واش ما عندكمش ما محتاجينش ليه
ولا بيناتكم كتعرفوا كيفاش ديروا التدريب العقلي غير بيناتكم؟ لا ما كنديروش نهائيا وما كرهناش يكون عندنا الصراحه. انا ما كرهتوش يكون، انا ما كرهتوش يكون عندي انا. وكتدوي في هذا الشيء مع المدرب ديالك، مع المدير التقني؟ لا ما رجبتش مع هذا الموضوع نهائيا. هو كي داري لك انت محتاج ليه، خاصك تدوي مع المدرب ديالك ومع المدير التقني باش يوجدوا لك هاد الاطر اللي ممكن يواكبوك ويساندوك في التدريب ديالك. الو سعد الرحيم، بغيت نسولك، كاين بعض الابطال مثلا اللي كيبقاو سهرانين في الليل كيشوفوا داك الضوء الازرق لان كيبقاو في فيسبوك واتساب الى اخره، الغد كيصبحوا عيانين اللي كيمشي للونطريمون ما كيكونش عنده داك الجهد، ما كيكونش عنده ديك لا بيرفورمانس. اشنو ظهر لك انت في هذا الشيء؟ يعني الواحد خدا خاصو غير ينظم الوقت ديالو، ينظم الوقت ديالو، يفيق بكري، ياكل في الوقت، ينعس في الوقت، ما يكون مزيان في الوطن ديالو، ماشي بحال انا سهران ياكل مع الزوج ثلاثه، يعني وقت ما كان ما عندوش هو المشكل، وقت ما كان وقت ما نعس، يعني ما غاديش يدير واحد، ما ياخذش واحد النيفو اللي الو سعد الرحيم، انت درتي تروازيام في الشامبيونات دافريك مؤخر اللي كانت مؤخرا في كينيا ميداي دو برونز، درتي كذلك كاطريان في لي جوز افريكان 2019 اللي كانوا في الرباط، سانكيام بلاس الشامبيونات دافريك اللي كان في 2019 في ليجيبت. اذا كنشوفوا بانك تبارك الله غادي وكتفوق كتبروغريسي، كيفاش كتعيش هذه اللقاءات الدوليه وشنو هما اللقاءات ولا التظاهرات الرياضيه اللي اثروا عليك؟ تظاهرات الرياضيه اللي اثروا عليا، يعني لي كومبيتيسيون لي تورنوا اللي اثروا عليك. هذا الاخ هذا الاخر هي اللي ما كانش بطولات افريقيا اللي كانت في كينيا هذه وفي قطر، وديال قطر حتى هي ما كنتش فاهم مزيان، كنت معش كتدي واحد التصيحه في الكتف وفي الرجل، داكشي علاش ما كنتش مطريني لها مزيان. وشنو استفدت من هذه البطولات؟ يعني كتشوف عباد الله في تيانك كتاخذ تجربة التمرين عند بزاف ديال الناس. الو عبد الرحيم، بغيت نسولك، ملي كتكون دير الرياضه في المستوى العالي وغادي تشارك في الالعاب الاولمبيه، اشنو هما الحوايج اللي خاصها تكون عندك باش تكون عندك احسن استعداد ودير احسن مشاركه؟ يعني غير الماتريال اللي كتشتري ديال لونطريمون، الصباط، السنطا، البوندات، السيكليزم، يعني داكشي اللي كتشتري صافي، هادشي اللي خاص. اشنو الحوايج اللي خاصها توفر لواحد البطل ذو المستوى العالي باش دير لا بيرفورمانس بالنسبه لك انت كبطل؟ شنو هما الحوايج اللي خاصهم يتوفروا لي؟ بشكل عام بدك تكون ديما. ما سمعتكش يا سي عبد الرحيم. ستاج يعني تربصات خصو يكون ديما لونطريمون. ضروري. وخاص لقاءات دوليه كذلك. ضروري، هادو بدا كاين مهم من ضروري خاصهم يكونوا باش الواحد يمشي مزيان في لونطريمون ديالو. حتى لما كانوا ستاجات غيبقى بنادم يجي تريني ويمشي وقت، يعني غير يجي لاصر وقت اللي قال لي راسو هو، ماشي زعما ماشي بحال كان في ستاج، يعني الا كان في ستاج عارف راسو واش كيدير، يعني عارف الشاب وعارف كلشي. وفي هذا المشروع ديالك انت، المشروع الاولمبي، واش العائله ديالك مسانداك؟ واش كتعاونك؟ واش مضامنين مع هذا المشروع ديالك؟ واش الاصدقاء ديالك في الدرب مثلا، نذكر بانك ولد جديده دكالي، واش دكاله كلهم مساندينك؟ ايه صحابي، الوالده اكثر، هي الوالده اللي كتعاونني بزاف، الوالده الله يخليها لك امين، الوالده كتعاونني بزاف، صحابي تاهم كيتعاونوني، يعني نوصل للعالميه سنة. ودابا انت كتريني 4 سوايع تقريبا، 3 سوايع 4 سوايع في النهار مده سنوات، هذه كيفاش كدير باش تبقى عندك هذه الموتيفاسيون والتحفز باش تبقى ديما تريني وديما تشارك في اللقاءات الدوليه؟ شنو اللي كيخليك تبقى متحفز؟ دابا انا اصلا من الصغر كان عندي واحد الهدف، انني نوصل في هذه الرياضه، حيت درت السونتر خرجت المدرسه، خرجت منها اللي كان ديرها كنخرج منه كنبقى نتبع الاخر، يعني ما يمكنش لي غندير جوج حوايج ما غنعطيش في الرياضه بزاف، ما غنوصلش داكشي اللي بغيت. وشنو باغي انت توصل؟ اشنو
باغي توصل لاش في هذا الرياضه؟ الحلم ديالي هو نجيب ميداليه في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله هذاك الشيء اللي كنتمناو ليه كاس سي عبد الرحيم ان شاء الله. الو سي عبد الرحيم، دابا بزاف ديال الشباب غادي يشوفوا هذا الفيديو ديالك، الدراري ولا الدار غيشوفوها ولا البلاصه اللي غيشوفوها، اشنو هما النصائح اللي تقدر تعطيهم الا بغاو حتى هما يديروا الرياضه ديال المستوى العالي؟ النصائح اللي نقدر نعطيهم يعني غير واحد اللي بغى يدير شي حاجه خاصو غير يكون كونسونطري عليها ويعطى وقت، والوقت ديالها راه يكون فيها مزيان، راه يمشي فيها. يعني يكون عندك واحد الهدف تكونسونطري عليه وتخدم عليه. الهدف تكونسونطري عليه وتخدم عليه راه غتوصل ليه. شكرا بزاف سي عبد الرحيم، شكرا على هذا اللقاء، شكرا على هذا الحوار، ونتمنى لك التوفيق في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله، وغادي نتابعوك وغادي نساندوك ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه. شكرا لك، شكرا لكم كذلك على هذه المتابعه، وكنعطيكم موعد في لقاء اخر في برامج اخرى مع ابطال اخرين. شكرا، الى اللقاء.